قال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة مصطفى فهمي في تصريحات خاصة لأون لايف إنه تم البدء في تنفيذ المشروعات السكنية بالتوازي مع الخدمات الأساسية للمواطنين من مراكز تجارية ومدارس. طبقا لتوجيهات وزارة الإسكان احنا بدأنا فعلا في التنفيذ من أكثر من 3 شهور أو 4 شهور، احنا يمكن وصلنا في بعض الأماكن يمكن للدور الثالث والدور أو الرابع، لكن احنا كمان بنفس الوقت بنشتغل في الخدمات الأساسية الموجودة. احنا كان عندنا دايما بيبقى في مشكلة الخدمات الأول أو الساكن الأول، الحقيقة احنا بنتزامن دلوقتي معاهم. إن شاء الله لما يجي المواطن هيستلم وحدته كاملة التشطيب بمرافق كاملة بتنسيق موقع كامل للمكان، كمان هيلاقي الخدمات الأساسية الموجودة المراكز التجارية أو الحضانات أو المدارس اللي ممكن تخدم معاه في المشروع عشان يبتدي يسكن فورا.